السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة غزلان سروبان. Aujourd'hui, on va parler de la symétrie axiale. إذن وجدوا ورقة وقلم باش تستافدوا. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة وديروا لايك وحتى بارتاجيو مع أصدقائكم باش الكل يستفيد. إذن أول نقطة غنتعلموها في الدرس هي symétrique d'un point par rapport à une droite. إلا عندي مستقيم D وعندي نقطة ناخذها par hasard نسميها M وبغيت ندير مماثلة M بالنسبة للمستقيم D. هنا أول حاجة كنديرها هي أنني كناخذ نقطتين من المستقيم D ثم كناخذ الكومبا كنحط الرأس ديال البركار على النقطة الأولى اللي في المستقيم تناخذ المسافة اللي بينها وبين M ثم كنمشي ندير قوس في المنطقة الأخرى هكذا ثم كنهز الفتحة ديال المسمار ديال الكومبا كنحطو في النقطة الثانية وكنعبر المسافة ما بينه وما بين نقطة M ثم كنوضعها في الناحية الأخرى هكذا أحصل على مماثلة نقطة M وغادي نسميها M بريم. ممكن أنني نمثلهم بواحد المستقيم متقطع هكذا وهنا نقول أن M بريم هي مماثلة M بالنسبة للمستقيم D. Donc D est le point M prime tel que D est la médiatrice du segment M M prime. الخاصية اللي كيتميز بها التماثل المحوري هو أن لا سيمتري أكسيال كونسيرف لي ميزور يعني كيحافظ لنا على المسافات لي ديستونس كيحافظ لنا على الزوايا لي زونغل وكيحافظ لنا على لي بيريمتر اي لير كيحافظنا كذلك على لالينيومون دي بوان كيبقاو النقط مستقيمية يعني مماثلة النقطة تبقى مستقيمة معها تبقى مستقيمية وكيحافظنا حتى على لي فورم دي فيغور جيومتريك يعني إلا كان عندي هنايا شي شكل كيبقى الصورة ديالو هي نفس الشكل نفس لا فورم هنايا نقطة ما غيبانش لكم ولكن ملي غادي نديرو شكل غادي يبان لكم الفرق أنه إلا كان هنا مثلث غادي يحافظ على لا فورم جيومتريك ديالو هنايا. Maintenant, on va voir la symétrique de figure usuelle par rapport à une droite. Ou ana kantamad anani ndir mihwar tamatul ma ykounj mustaqim yani mtrasi ala al murabba'at bach ma ta'tamdouch ala wasilat al murabba'at lianha wasila sahla eh walakin menni kankoun fi l'imtihan kiatamni waraqa bayda hna kanlqa mushkil idan ntaallem al ashya ala usuliha. دونك هنا غادي نتعلمو كيفاش نرسمو مثلا مماثلة هاته الزاوية الزاوية ABC كيفاش نرسمو المماثلة ديالها في الجهة الثانية. إذا أول شيء كنحدد بعض النقط في هاد الزاوية حيتاش في لاسيمتري كندير أنايا مماثلة النقط ومن بعد كنربط دوك النقط مع بعضها. إذا عندي النقطة A وعندي النقطة B وعندي النقطة C من بعد كناخد نقطتان كيف قلنا قبيلة تنتميان إلى محور التماثل ثم كناخذ البيكار وكنبدا نرسم مماثلة كل نقطة على حدة هذه النقطة B ندير قوس هنا ثم نجي للجهة الثانية ناخذ عاوتاني القياس ديال النقطة B كنلاحظ انهم تقاطعوا ليا هنايا دونك هذه هي B بريم ثم غادي ناخذ من بعد النقطة A هكذا نرسم قوس نمشي عاوتاني للنقطة الثانية ناخذ المسافة بينها وبين A ثم كتقاطع ليا في الناحية الثانية في هاد النقطة وغنسميها A بريم وأخيرا نحط رأس ديال البيكار في النقطة الأولى التي تنتمي إلى محور التماثل وناخذ المسافة بينها وبين النقطة C ونحاول نحطها في الناحية الثانية هكذا ثم انتقل إلى الناحية الأخرى هكذا وهكذا حصلت على مماثلة النقطة سي بريم. لا يتبقى الآن سوى ربط النقط ببعضها. أقوم
ربط النقطة A' مع رأس الزاوية B', ثم الضلع الثاني وهو B'C'. هكذا حصلت على الزاوية A'B'C' مماثلة الزاوية ABC بالنسبة للمحور التماثل D. دابا عندي مستقيم D، غادي نحدد مركز الدائرة وغادي نرسم الدائرة هنا هكذا. طيب نسمي الزاوية هنايا رأس مركز الدائرة نسميه O، وناخد أي نقطة كتنتمي للدائرة مثلا A. دائما بنفس الطريقة كناخد نقطتين من المستقيم D اللي هو محور التماثل، وغادي نحاول نرسم مماثلة O بالنسبة لمحور التماثل، مسافة ما بين النقطة الأولى و O، ثم مسافة ما بين النقطة الثانية التي تنتمي إلى المحور و O مركز الدائرة، غنسميها O بريم. ناخذ مماثلة A هكذا، دير قوس، ثم ناخذ النقطة الثانية مع A هكذا. إذن ها أنا رسمت دابا أبريم. شنو بقى لي دابا؟ بقى لي غير نحط رأس البيكار على مركز الدائرة الثانية اللي هي أبريم، ونربطو بالنقطة أبريم، ثم نرسم الدائرة ديالي بكل سهولة. إذن هكذا كيف قلنا قبيلة أن la symétrie axiale conserve la forme géométrique ou bien conserve les formes des figures géométriques. يعني كتحافظ لينا على الشكل. شوف الشكل الرئيسي كي كان المماثل ديالو له نفس الشكل ويعني بنفس لا فورم جيومتريك. ودابا غادي نشوف الى عندي مثلا مثلث، نرسم المثلث كيف ما كان هكذا، نسميه A B C، وعندي محور تماثل هو D. باش نرسم مماثل المثلث A B C كناخذ نقطتين تنتميان بشكل عشوائي، نقطتين تنتميان الى المستقيم D اللي هو محور التماثل، ثم من بعد غادي نبدا ناخذ مماثلة كل نقطة على حدة، يعني مماثلة A مماثلة B ثم مماثلة C، ومن بعد غادي غير نربطهم. نبداو مماثلة A الناحية الأخرى، مسافة ما بين محور التماثل والنقطة A هكذا، دونك شوية هنايا تكون هنا، هذه A'. ناخد دابا B ثم الناحية الأخرى مع B، عطاتني B'. بقات لينا دابا غير C، مسافة بينها وبين المحور كنعبرها، ثم أضع قوس في الناحية الأخرى، أقيس المسافة بينها وبين المحور مع ضبط فتحة البيكار هكذا، يبدو أنه سوف يتقاطع هنا بعد شوية ماشي مشكل. دونك C'. لم يتبقى الآن سوى ربط النقط ببعضها البعض كي أحصل على المثلث AB'A'B'C' وهو مماثل المستقيم AB. هذا هو الشكل النهائي. بقات نقطة واحدة مهمة ما قلتهاش لكم، وهي إلا كانت أحد نقط هذا الشكل تنتمي إلى محور التماثل فإن مماثلتها هي نفسها، ما نحتاجش ندير لها المماثلة ديالها في الجهة الأخرى لأنها تنتمي لهذاك العكس. إذا هذه مماثلتها هي نفسها، هذه كذلك مماثلتها هي نفسها، غيبقى لي غير نحدد مماثلة
هاد النقطة وهادي، يعني عندي غير نقطتان فقط، دونك نقدر نعتمد على هاد النقطتان نيت لي عندي، كما أنني ممكن ناخد نقطتان أخريتان، مكاينش مشكل، المهم أنهم يكونو كينتميو للعكس. إذا ناخد المسافة من هنا حتى لهنا، نحددها في الناحية الأخرى هكذا، ثم ناخد مسافة أخرى من هنا حتى لهنا، نحددها هكذا، من بعد ناخد مسافة ديال النقطة الأخرى، نقوم بتحديدها بواسطة قوس، ثم من الطرف الآخر، وهكذا، أكون حصلت على النقطتان، يكفي فقط أن أقوم بوصلهما مع بعضهما البعض، ثم بوصلهما مع النقطتان اللتان تنتميان إلى محور التماثل، فأكون قد حصلت على الشكل المماثل لهذا الشكل. في هذا الاكسيرسيس كيقول لك تراس لي زاكس دو سيمتري سيل اكزيست، يعني عندنا بعض الاشكال هنايا خصنا نتراسيو لا سيمتري ديال كل شكل. اذا ملي كنبغي نرسم المحور التماثل ديال كل شكل، خاصني نرسم المحور الذي يسمح لي بالحصول على شكلين متطابقين، بحيث انني الى تنيت الورقه مثلا هذا الشكل هذا غادي يكون لاكس ديالو هنايا، قلم اخر غيكون لاكس ديالو هنايا مثلا، علاش هنايا؟ لانني الى طويت الورقه من هذه الناحيه هذه فغنحصل على شكلين متطابقين، بحيث ان هذه النقطه هذه سوف تنطبق مع هذه، وهذه النقطه هذه كذلك سوف تنطبق مع هذه، هذا المربع سوف ينطبق مع هذا. ولكن لاحظوا معايا مثلا هذا الشكل هذا ما يمكنش ندير له لاكس، لحقاش الى درته مثلا هنايا هذا الشكل هذا ما عنديش المماثل ديالو هنايا، اما في هذا المربع هذا هذا المستطيل هذا ممكن ندير لاكس، ناخذ هو هذا مثلا، عندي هنا كذلك ممكن ندير لاكس هنايا، ويقدر الشكل واحد يتوفر على اكثر من محور تماثل، مثلا نقدر ندير حتى هذا، هذا حتى هو محور تماثل، فقط يكفي انه يعطيني يقسم لي الشكل الى شكلين متماثلين. هذا المثلث مثلا لا يمكنني ان احصل على محور تماثل له، لانه لن يعطيني شكلين متماثلين. هنا ممكن، لان الى قسمت الى وضعت محور تماثل هنا فغنحصل على شكلين متماثلين او منطبقين، يعني احدهما ينطبق على الاخر. اتمنى تكونوا استفدتم مزيان هذه الحصه. الحصه القادمه ان شاء الله غادي نديروا تمارين على هذا الدرس، دابا خصصت هذا الفيديو غير باش تفهموا كيفاش كنرسموا لا سيمتري اكسيال. الحصه القادمه ان شاء الله غادي نقوموا بانجاز مجموعه من التمارين في هذا الدرس. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.